للمزيد من النقاش بينضم إلينا الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك سيدة نانسي وأهلا بكل السادة المشاهدين. بشكرك. هل فعلا يعني ممكن يكون سن الرئيس الحالي بايدن بيقف عائقا أمام فوزه في الانتخابات، خاصة أنه فكرة السن صاحبها العديد من المواقف اللي شفناها للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل كده؟ البعض كان بيتحدث أنه أيضا بيمر بحالة من فقدان الذاكرة أو ما يتعلق به أنه بيتخيل أشياء، وده على حسب يعني وسائل الإعلام الأمريكية وما تبعناه على شاشات التلفزيون. دكتور أيمن، بالتأكيد يعني هذا الكلام صحيح، كثيرا ما يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن أشياء من عقود قديمة، وتذكر ربما وتحدث في بعض المؤتمرات الصحفية وكأن والدته أو أمه موجودة في المؤتمر الصحفي. طبعا هذه الأمور يعني أصبحت محل سخرية وتندر طبعا من الجمهوريين في المقام الأول، لكن هذه الحالة امتدت إلى الديمقراطيين، وهذا ما كشفه الاستطلاع الأخير. أكثر من 60% من الديمقراطيين يقولون أن الرئيس جو بايدن أصبح يعني عجوزا وكبيرا في السن ولا يستطيع أن يظل في الحكم حتى يناير 2029، لأنه إذا فاز في انتخابات نوفمبر 2024 سوف يدخل البيت الأبيض في يناير 2025 واستمر 4 سنوات كاملة، وهذه فترة طويلة للغاية مع أعباء الرئاسة الأمريكية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال هي الدولة الأقوى عالميا سواء في الأكبر جيش أو أكبر اقتصاد. لكن حتى الآن في داخل الحزب الديمقراطي لم يظهر منافس حقيقي للرئيس جو بايدن. ماذا عن كاملا هاريس دكتور أيمن؟ كمالا هاريس يمكن أن تحل محل الرئيس إذا جرى للرئيس عارض فيه وهو في الرئاسة وهو في البيت الأبيض، القانون يقول أنها تحل محله. لكن كمالا هاريس ليس لديها قبول، ليس لدى الجمهوريين أو المعارضين فقط، لكن حتى داخل صفوف الديمقراطيين أنفسهم. هي تحل في المرتبة 10 في استطلاعات الرأي داخل الديمقراطيين أنفسهم، ويسبقها شخصيات كبيرة، على سبيل المثال تسبقها ميشيل أوباما. الآن يدور الحديث أنه إذا ما قرر الحزب الديمقراطي في أي وقت عدم ترشح رئيس جو بايدن سوف تحل ميشيل أوباما مباشرة محل الرئيس لكي تواجه خصمه من الحزب الجمهوري وليس كمالا هاريس. كمالا هاريس خلال العامين الماضيين أو عامين ونصف من الرئاسة لم تثبت جدارتها بهذا المنصب، بل كانت محل خلاف ومحل مشاكل كثيرة. حتى الفريق الذي يعمل معها استقال غالبيته، ولم يتبقى معها إلا شخص واحد من القيادات الكبيرة التي يعني تعمل معها. لكن هناك شخصية البعض بيراهن عليها أيضا، هو شخصية روبرت كينيدي جونيور، وهي ابن روبرت كينيدي الذي كان عمه جون كينيدي الذي اغتيل سنة 1963، واغتيل أبوه روبرت كينيدي المدعى العام الأمريكي في عام 1968. وهذا الشخص أولا لديه قبول لدى الديمقراطيين، لكن الأهم بالنسبة له أنه يتخذ مواقف قريبة من الجمهوريين. يعني على سبيل المثال هو لا يريد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، هو بيعتبر أن قضايا كثيرة تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية في الدول الأخرى ليس من صالح الأمريكيين. وبالتالي ظهر أو بدأ يظهر منافسين للرئيس جو بايدن داخل الحزب الديمقراطي من أمثال ميشيل أوباما وروبرت كينيدي. أنا انتهى وقتي للأسف دكتور أيمن، يعني هو ملف الحقيقة كبير للغاية ويحتاج إلى ساعات عديدة حتى نتناقش فيه، ولكن أنا سأكتفي بهذا القدر. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.